الآن طبعاً وقفة أولى مع أبرز مواضيع السوشيال ميديا وأكيد مالها إلا رقية خيار. إليك رقية. أهلاً تغريدي وأهلاً علي وحياكم مشاهدينا. هاشتاج مشعل العكروم هو هاشتاج متداول في قطر اليوم للتنديد بمقتل المواطن القطري مشعل العكروم واللي توفى قبل عدة أيام على يد ضابط تركي. نتابع بعض التغريدات. قصة مقتل الشاعر القطري مشعل العكروم نشرتها كاملة قناة المرقاب في مقطع فيديو. خلينا نتابع هذه التفاصيل. لم يكن يعلم الشاعر القطري مشعل بن علي العكروم المري أن دخوله السلك العسكري سيكون سبباً بعد أمر الله في نهاية حياته على يد الأتراك الذين حاربهم أجداده وطردوهم من نفس الأرض وأعادهم تميم. مشعل المري التحق بدورة عسكرية للصاعقة آملاً في خدمة بلاده تحت تدريب الجيش التركي وعلى أرض قطر، وعلى يد الأتراك لقي حتفه إثر عقوبة عسكرية تعسفية. ورغم محاولة الجيش التركي طمس آثار الجريمة والتلفيق بموته غرقاً بتبليل جثته، إلا أن نتيجة التحقيقات أثبتت موته بسبب سوء المعاملة والإسراف في العقوبة، حيث تم التوجيه لأهله بدفنه ليلى وكأن لا عاصب له ولا قيمة وعدم الإفصاح بأي معلومات عن الحال، لتصل نتيجة التحقيقات إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، والذي خرج عن صمته وتكلم بحرقة في مجلسه الخاص قال حرفيا: الله يستر على عيال قطر من الجنود الأتراك واللي ما حد محصل منهم خير. وبسبب تسريب كلمته هذه ضد التواجد التركي في قطر تمت إقالته من منصبه. فمن هو صاحب قرار الإقالة؟ هل هو نظام قطري مسلوب الإرادة أم جيش تركي يمارس جميع الصلاحيات على أرض الدوحة؟ وماذا ينتظر أبناء قطر الشرفاء في المستقبل من هيمنة احتلال الجيش التركي؟